دونت تاتش. متابعين عبيكو كي بيلعب. مش من حقك تلمسيني، احنا لسه متطلعين. المسك طبعا، خايف اعرف الحشو اللي انت حاطه جوه الهدوم. حشو ايه يا ماما؟ قصدك النيو لوك اللي انا عامله. شكلك هتتهبلي عليا. هيبل على ايه بلخيبه؟ انت فاكر ان العضلات دي حاجه حلوه قوي؟ لعلمك دي بقت حاجه بيئه. انا لو كنت شفتك كده من الاول كنت عمري ما فكر اتجوزك. هعمل لك ايه يا انجي بقى؟ انا بعمل اي حاجه عشان ارضيكي ونرجع لبعض ونلم عيالنا حوالينا، لكن الظاهر عليك انك انت اللي مصممه. خلاص بقى انت حره، انا ماشي. علي. نعم. مالك يا علي؟ في ايه؟ اوعى. اصل المجنس تعبني شويه. ده بيقول على السمانه مجنس. اسكتي بقى اسكتي بقى، تقطع قلبي بقى. حرام عليكي، ده ايه يا حرام عليكي؟ انت قلبك قاسي، حرام عليكي، ده مجنسه كلها وجعته. حرام، انت قاسيه يا بنتي، قاسيه والله. انا قاسيه؟ هو لسه شاف قساوه؟ انا لسه هخلي كل عضلات جسمه عضله عضله يتشدوا ما عدا عضله واحده بس. عضله ايه؟ عضله القلب طبعا. انت افتكرتي ايه؟ ها رد سامح؟ رد. ما ردش ما ردش ما ردش. طب كلمه تاني. كلمته 75 مره. بيعجبني فيه تقله. تقله ده وقت حب يا ميسون. طب كلمه، ولو رد عليك قول له يجي حالا، ولو ما جاش انا هنتحر. لعلمك لو انا قلت لك هتنتحري انا مش هشوف خلقته غير وهو بيعزني فيكي. طب وبعدين؟ بس انا جات لي فكره هتجيبه على ملا وشه. هتعمل ايه؟ هبعت له رساله اقول له تعالى هدي لك مكافاه. يس. 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايه البخل ده يا جميل؟ طب قول له 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ انت عبيطه انت باين ولا ايه؟ اه عبيطه. ما انا مش انا عايز افهم، هو شعرك اتغير عن المره اللي فاتت ولا في كل مره في حاجه غريبه يعني؟ على حسب مودي. اه شكل مودك النهارده اسود. بصي سامح ده انا حافظه كويس قوي، عارفه لو قلت له هدي لك 50 جنيه مكافاه هيجي جري لحد هنا. انا جيت، فين المكافاه؟ جيت. وصلت انت؟ انت كنت فين؟ اصلا استخبيت في الحمام لما شفت ميسون هانم وصلت. هانم طلع من بقك زي العسل. هي المكافأة كام؟ أنا المكافأة. كام المكافأة يا أستاذنا؟ المكافأة 1000 جنيه. بص يا أستاذ جميل، هديك الـ1000 جنيه من جيبي واخصم مني 3 أشهر بس سيبني أروح. سامع 1500 يا سامع. عادي يا مام. 1750 يا سامع. 2000 يا زفت. خلاص تعمل إيه؟ البي فاكرني اول ما اشوفه بعضلاته المنفوخه هقول له حوش يا حواش، شيلني يا حواش، اطلع بينا على المأذون يا حواش. بص بقى يا انجي، بصراحه يعني ما تزعليش مني، انا صاحبتك برضو. انا بصراحه مش موافقه خالص على اللي انت بتعمليه مع علي ده. يا سلام، يعني انت موافقه بعد كل اللي حصل فيا ان انا ارجع له بسهوله كده؟ ايه سهوله ايه؟ حرام عليك اللي بتتكلمي عليها، ده انت بهدلت حواش ومرمطت حواش وضيعت حواش. حرام عليكي، ده انت جننتيه وديتيه للدكتور، ده انت نفختيه يا انجي. عايزه ايه تاني؟ عايزه يقول جاي، مش هعمل كده تاني. مرفوعين ومنصوبين وليس ابدا مجرورين. اه ياني ياني ياني، مش هعمل كده تاني. ايه ده يا علي ده؟ انت منزلني من بيتي يوم اجازتي عشان تقعد تغني لي؟ والنبي سيبني في حال حسين، انا مش طايق نفسي ولا طايق اطلع شقتي ولا طايق العماره باللي فيها وزهقان من عشتي. وانا كمان والله كنت قاعد زهقان وجعان، لقيتك اتصلت قلت انزل اكل واول مره قابلك. يعني انت نازل عشان تاكل يا حسين مش عشان تاخد بخاطري؟ لا لا حلو، عشان الاثنين. انت ما رحتش شغلك ليه النهارده؟ رحت يا سيدي، واختك انجي اتريقت عليا قدام مراتك كاميليا واتريقت على جسمي، قلت اضرب القميص ده له يمكن احلاوه زياده. أوه. ايه رايك؟ حلوه النفخه الكدابه اللي انت فيها دي قوي. ايه القرف ده؟ عايز تعمل عضلات اعمل زي بص، شايف الاسلام
قصدك شويه اللحمه دول؟ اه دول. لا لا لا، دول سهلين قوي يتربوا. ايه يا واد العضلات الجامده دي، يخرب بيتك. افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها، صح؟ يا نسا، انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا، مش ابو كرش ده. ايه؟ هاي امشي يا بيت من احبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني انا، خلاص فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز. انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايزه رقمي؟ لا انا عايزه رقمه هو. هحبسك انت كمان. اللي اقول لي يا موحى. واقول لك موحى ليه؟ يا سامح ما يبقاش مخك مقفل. موحى بتدلعك يا اخي. ها هنكتب الكتاب النهارده ولا انت مش مستعد؟ كاتب كتاب مين؟ هو انت ربنا كرمك ولقيتي عريس؟ اه من تقلك. اه سامح تعال عايزك. انا بصراحه استاذ جميل بيتقلق منك. ما تقلقش، ده هيقول لك على شويه نصايح عشان ليله الدخن. نهار اسود. تعال يا موحى، تعال يا حبيبي. تعال يا اخويا، تعال تعال. بص يا موحى. نعم. بص يا حبيبي سميرة. ايوه بص، خد ال 50 جنيه دي، عايزك تنزل تحت في كشري الكوثر اللي هو بعد مننا كده حوالي 2-3 كيلو. واخد بالك؟ عايزك تروح تاخد ميسون تاكل كشري هناك وتشبرق نفسك، يعني تجيب رز بلبن، مهلبيه، حاجه ساقعه، وبعدين خد تاكسي عشان الدنيا حر، تاكسي لحد هناك، وبعدين تاكسي توصل بيه ميسون. ها؟ دري يا استاذ جميل، هي ال 50 جنيه بتبيض ولا انا مش عارف حاجه؟ لا يا اخويا بتولد. دمه خفيفه ميسون. ها صح؟ صح. بقول لك ايه؟ نعم. عايزك تروح انت وهي بعد ما تخلصوا اكل وتتبسطوا تتفقوا على كل حاجه، المهر والعفش والمؤخر كل حاجه. يا استاذ جميل انت عارف ان انا معيش فلوس لده كله، انا على البلاطه. انا اللي هتنيل وهدفع، هتنيل وادفع، المهم اخلص منكم انتوا الاثنين. موحى. ها؟ ازغرت بقى؟ لا صوت احسن. أنا اهلا يا سموره، اتفضل. هو انا بس بسال على علي. بتسال على علي هنا ليه؟ ما طلعتش خبطت عليه ليه في شقته؟ طلعت خبطت ما حدش رد. طب هو مش هنا؟ انت خبطت كويس؟ كويس، ده انا قريت الباب كنت هكسره ورنيت الجرس كده هيولع. غريبه، مع انه مشي بالجرنان بدري بعد ما بعد ما بصراحة اتريقت عليه. بعدين يا قمش بقى، انت مش ناوية تلميها بقى؟ بقولك يا صمورة ما تلومنيش، ألمها ولا بعطرها مش وقته. المهم دلوقتي نعرف هو راح فين. هنلاقيه إن شاء الله. أنا هنزل أبذل مجهود وأدور وأقول يا ترى أنت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. مضمونة دي أوي. آه مضمونة. أشرب حاجة بقى. لا يا سمورة من هناك يا حبيبي، هتدور كده من هناك. كنت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. مرونة شابة يا بهوات. واحد شا سكر برا. وانت يا مدام؟ يسمع من بقك ربنا يا ابني. ما هو الشاي اللي انا طالبه ليها. وانت تشرب ايه يا استاذ؟ لا انا معيش فلوس غير حساب شاي واحد بس. يعني الشاي اللي انا هجيبه لك الحق السكر ولا ايه يا استاذ؟ انا هطلب لك على حسابي. ما انا قلت كده برضه، مش معقول قاعد مع واحده زيك وادفع حساب الشاي. هات له واحد بيرة على حسابي. بس كده اوامرك يا مدام. ايه يا عم انت ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. في ايه يا استاذ؟ دراما يسور، انت عايزه تسكريني علشان تفقديني وعي وتفقديني عز ما املك؟ وعيك ايه وعز ما تملك ايه؟ النضارة يا اختي. هو بابي فين يا مامي؟ انا نفسي اشوفه، وحشني قوي. والله يا سوري وحشني انا كمان. هو انت زعلتي في حاجة يا مامي؟ انا فعلا زعلت وقسيت عليه، بس هو كمان كسر قلبي لما قال لي انت طالب. مامي انت ما بترديش علينا ليه؟ عشان مش قادرة أرد على نفسي. يعني إيه؟ يعني مش عارفة بوبي فين. يلا يلا بطلوا كلام وناموا، عندكم مدرسة الصبح.
شكرا حبيبي. تفتكر حسين ممكن اختفي فين الفتره اللي جايه دي؟ شوف لنا بقى حاجه نتعشى بقى كمان. عيني يا حبيبي، اطلب لك غدا تاني؟ يا ريت. تتعشى يا حسين؟ ده انت لسه ضارب جوز حمام وطاجنين، انت مش بني ادم؟ ما شبعونيش عيلو، انا كده بحب بعد الغدا اقعد انقنق شويه. وبعد ما تتنقنق؟ بعد ما اتنقنق الاكل يكبس عليا، اقوم داخل انام على طول. وبعد ما تتكبس يا مكبوس مش هتقول لي برضه روح اتنيل استخبى فين؟ جات لي فكره حلوه قوي 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 قوي. عارف ايه احسن مكان تستخبى عندنا في البيت؟ انا ممكن اخبيك في النمليه. صح، والنمليه عندنا ما بيخشهاش نمل. تريقوا تريقوا. طب تصدقي والله عندك حق، ده حتى ممكن ولادكم يفكروني بولادي. ده انا مي وسوري وحشوني قوي. بس ايه يا علي؟ لا 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 لا، مالكش حق. ده المكان الوحيد اللي انجي لا يمكن ابدا تفكر ان انت فيه. بس انتوا عندكم اوضه واحده زياده في البيت اللي بيناموا فيها عيالكم، يعني هيباتوا في الشارع. ايه الكسوف ده؟ انت هزلينا ولا ايه يا علي؟ ما قلت لك يا حسين هات لنا شقه واسعه شويه، ما تخليش اللي يسوى واللي ما يسواش يتريق علينا. الله، انت بتضربيني ليه يا كمال؟ وبعدين انا لقيتها خلاص. انا عندي حته الدين مكان تبات فيها علوه محدش يقدر يوصل لك ابدا. فين؟ عندي في الاسم. لا، خلي عيالك يناموا في الشارع وانا انام في الاوضه الثانيه. جراح حسين انت اتجننت؟ عندك في الاسم ازاي يعني؟ ما تخافش، ده احنا لسه عندنا في الاسم بنيين حته الدين تخيبه جديده. انما ايه بقى؟ بحري وبتطل على المراحيض العموميه، هواها يرد الروح. اقصى عليك يا حسين، ما خدتنيش ليه اتفرج عليهم انا والولاد؟ لا اقصى عليك، زعلانة منك. نبقى نروح النهارده. طالما بتطل على المراحيض العموميه يبقى اكيد هواها يرد الروح. وانا ناقصك. بقول لك ايه، خلاص انا حلتها لك. انا هنام مع الولاد في الاوضه وانت نام جنب حسين. لا، طالما هنام جنب حسين يبقى كاني نايم في المراحيض العموميه بالظبط كده. يا علوه ماشي، مقبوله منك برضو. اسمع بس اسمع، انا جات لي فكره. انا هروح ابات عند امي في اسكندريه، اصل انا ليا اوضه هناك والاوضه دي فيها هدوم. اسكندريه حلوه برضو، بس مش عايزين نتقل على الحاج، تعمل لنا صينيه كابوريا بالقرنبيط بعشقها. طب انا هروح وهبقى اكلمكم. ماشي ماشي، مع السلامه يا حبيبي. حضر المايهات ولا ايه؟ لا شريف شافه ولا شعبان شافه، حتى البواب ما شافوش خالص. ايوه بس انا كده قلقت، يا ترى اختفيت فين يا مخفي؟ يكونش ايه؟ لا مفيش. بس بس يا حبيبتي بس. بس ايه ده؟ انت نمتي؟ لا لا معلش يا جوجو، بس انا ما نمتش طول الليل، القلق على علي. علي ضاع يا جوجو ضاع. لا يا حبيبتي علي ما ضاعش ولا حاجه، تلاقيه بس راح الشغل. لا ما راحش الشغل. اصل انا كلمت كماليا الصبح عشان تقدم لي على اجازه، وبعدين قال لي انه ضاع. ما جاش. يبقى علي ايه؟ يبقى علي ايه؟ يبقى ضاع. لا يا حبيبتي علي ده زي القرش البراني، هيلف يلف ويرجع لك تاني. صح، هو زي القرش البراني بس مش هيرجع تاني. علي ضاع. ضاع. في مين اللي ضاع؟ الشمشم؟ لا اهل فردته، قصدي علي. علي ضاع يا زموره. طب ما فيش فرق زي الشمشم. اخس عليك يا زموره، كده تقول كده على علي برضه؟ لا انت مش طول عمرك متعاملين معامله الشمشم؟ صح صح. اه والله عنده حق، انت عارف اي شيء يزيد عن حق يتقلب ضده. ايوه ايوه، بس هو ما تقلبش بقى، هو اختفى خالص خالص. المهم انت عملت ايه يا سمير؟ انا كمسؤول اتصرفت، اتصلت بجميع المسؤولين عن الشباشب الضايعه والابائيب الضايعه، ورحت في مناطق كلها ايه، صفت اللبن، باب اللو، المناطق دي مفقود يا ولدي. وقفي بتقول لك خلاص يا حبيبتي، يبقى لازم نروح القسم ونعمل محضر. ما استنيتش، انا رحت القسم وانا بوصل العيال المدرسه الصبح. عديت على القسم على حسين جوز كاميليا، عارفاه؟ ايوه ايوه ايوه. عديت عليه وقلت له عايزه اعمل محضر. طب قال لك ايه حسين بقى؟ قال لي ما ينفعش، لان ما ينفعش اعمل محضر اللي هو بتاع التغيب ده لحد ما يعدي 3 ايام. طيب خلاص 3 ايام يا لهوي، ده يكون اتخطف في بلد تانيه. اتخطف؟ علي اتخطف يا جوجو؟ اتخطف؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. ممكن كمان يكونوا قطعوا اعضاؤه وباعوهم. لا اعضاؤه؟ لا اعضاؤه لا يا حبيبي، علي اعضاؤه. يا
الستات انا بقول نستنى يوم كمان عشان يبقوا ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ ثلاث ايام يا جماعه ثلاثه. خلاص رجاء رجاء اهربي لانها بدات تتحول. انا مش قادر اقوم. قوم انت. لا قوم ايه؟ انا اتحولت خلاص. بس بس يا حبيبتي. ثلاث ايام؟ الفرخة اتصلت بيا الصبح بدري يا علي. فرخة ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. ايه يا علي ركز معايا، أنا بكلمك على إنجي، أنت نسيت ولا ايه؟ مش قلت لك أول ما تجيب آخرها هتصل بيك؟ أيوه أيوه افتكرت افتكرت. ايه؟ اللي واخد عقلك. المهم المهم إنها ما نامتش طول الليل امبارح. أنت متأكدة إنه بسببي؟ يكونش بسبب الناموس اللي في الشقة؟ كانت رشة كويس. لا ما انا مشي بسببك وكانت قلب الدنيا عليك. يعني الفرخه استوت فعلا؟ فرخه ايه؟ الله انجي انت نسيتي. معلش اصلا النهارده عامله لحسين فراخ فتلخبطت الفرخه دي مع الفرخه دي. افتكرت. الله ده الواحد نفسه ياكل شويه فراخ من ايديك يا كاميليا. بجد نفسك في فراخ؟ طب وعدي مني ليك اول ما الفرخه بتاعتك تستوي هعزمك على فراخ وبط وهنيك. تقصدي انهي فرخه فيهم؟ انا حاسس اني بقيت بتكلم في عيشه. انت فظيع يا عيد، امك شربت طول عمرك. يلا بقى كاك. يلا بقى باي باي باي. تفتكر يا شعبان علي يكون مختفي فين كل ده؟ علي ده نمس وانا عارفه. تلاقيه بيلعب بديله مع واحده كده ولا كده. ولا يمكن واحده من اللي بيلعب معاهم كده ولا كده تكون قطعت له ديله. بس الاكيد والمؤكد انه ان شاء الله ان شاء الله مش هيرجع تاني. قولي ليه؟ عشان يخلالي الجو مع الست انجي واستفرد بيها واتجوزها. ايه رايك؟ ايه ده؟ الصوت ده طلع منك؟ ايه ده عملتها ازاي يا مجنون؟ والنبي اعملها تاني، والنبي اعملها تاني. بيتهيألي ده مش صوتك. ده صوت هبة حبيبتي. حبيبة شعبولة. يا ترى انت فين يا حبيبي؟ انجي بتدور عليك. رحت فين يا علي؟ انجي بتدور عليك. خير يا تيتو؟ الأستاذ علي راح. راح فين؟ راح في الوباء. علي مات يا خالة، قصدي يا كوكا. يا حبيبتي يا حبيبتي. فال الله على فالك يا أستاذة إنجي. إيه ما أنت اللي قلت راح في الوباء؟ يعني هو عايش؟ أكيد عايش. علي عايش يا كوكا. انجي ايه النكد اللي انت فيه ده؟ طب بتعيطي علشان ميت وفهمناها، بتعيطي كمان علشان عايش؟ ايوه دموع الفرح يا روحي. بقول لك ايه؟ انت اول ما تشوف علي جاي علينا تيجي تجري طيران تقول لنا. ليه ايه؟ يعني لازم تقول لنا وخلاص يعني. ما ما يصحش برضه يشوفها وهي بتعيط. أيوة. مهما كان دي طليقته. لا يا استاذه انا ما بنقلش اسرار، استغفر الله العظيم يا رب. عايز على اخر الزمن ابقى عصفوره؟ لا 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 طبعا يا تيتو، استغفر الله العظيم. لا 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 مش اخلاقك ابدا. عشان كده خد ال 50 جنيه دي. اول ما يجي الاستاذ علي حاجه ندهلك على طول. حمامه؟ لا عصفوره. يا اختي سيو 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 سيو. بعدين بقى في اليوم اللي مش هيعدي ده لسه برضه علي ما ظهرش لحد دلوقتي، وانا بعد الزفت ايده يقلب عليه الدنيا مش عارف راح فين. صراحة أنا خايفة عليه أوي يا أستاذ جميل، يكون حصل له حاجة. بس بس أنا كمان خايف. يا سلام يا أستاذ جميل، يا سلام ونعمة أخلاق رئيس التحرير اللي بيخاف على زمايله. فعلا مين قالك إن أنا خايف على علي؟ أنا خايف على عدد جورنان اللي هيطلع بكرة ومش لاقي حد يراجعه. يا سلام ونعمة الأخلاق الواطية. فعلا بتقولي حاجة يا إنجي؟ لا ابدا، ربنا يخليك لينا يا فندم، ربنا يهدك قادر يا كريم. فعلا. بص يا سامع حبيبي، عايزك تكلمني وبمنتهى الصراحه. ها اتبسطت امبارح مع ميسون؟
ده سؤال برضه يا استاذ جميل. اكيد لا طبعا. الحمد لله، دي بدايه مبشره. يا استاذ جميل بقول لك لا، يعني ما انبسطتش. ايوه ما هو ده طبيعي يا حبيبي، لحد ما تاخدوا وتتعودوا على بعض. يعني بعديها هنبسط؟ يعني ما اقدرش اكذب عليك، الحقيقه لا. انا بحب صراحتك. مش مهم انك تحب صراحتي، المهم انك تحب ميسون. يا استاذ جميل انت مش فاهمني، انا بحب صراحتك. انا فاهمك، المهم انت تحب ميسون. بصراحه يا استاذ جميل انا عندي استعداد احب حضرتك، احب استاذ جميل، احب حضرتك قوي، اسمك جميل بيوتفل، لكن ميسون بصراحه بقى يعني لا لا يا سامح، لا مش للدرجه دي، دي مهما كان اختي. وبعدين يا اخي انا ما طلبتش منك شيء كتير. انا يا سيدي بلاش تحبها، انا مش طالب منك تحبها زي الحب بتاع العيال بتاع اليومين دول. انا كل طالب منك انك يعني تتعود عليها، يعني زي الانسان كده ما بيتعود على السجاير. الانسان لما يتعود على السجاير يحصل له ايه؟ بتجيب اجله. اهو ده نفس اللي هيحصل لك مع ميسون. يا ستر يا اما انا خلاص. انت ما فيش حاجه عاجباك؟ لا لا بصي خلاص، انا ركزي معايا بقى. في ايه يا ايجي بس؟ هعمل خلاص مش هعرف اكتب الموضوع ده. انا هروح لاستاذ جميل يا اما يديه لحد تاني يا اما خلاص بقى انا مش هقدر اكتبه. روحي يا حبيبتي روحي، عندك حق طبعا. وبعدين انت في ايه ولا في ايه؟ الله يكون في عونك، دماغك يا حبيبتي اكيد مش معاكي. روحي هروح له وانا هخاف منه يعني؟ هروح. ايوه ربنا معاكي يا حبيبتي. صباح النور، فين فلوس الجمعيه؟ ما تستهبليش. الو اي بابا، ازيك يا حبيبي؟ الو ايوه يا علي، الفرخه استوت. يعني ايه جلهط يا كاميليا؟ تلهط وبس، ده انت تلهط وتاكل وتشبع، ده مش بعيد انجي لو شافت ضفر رجليك بس هي اللي تطلبك للجواز. بجد يا كوكي للدرجه دي؟ طب ايه رايك؟ اجيب ماما معايا وانا جاي ونفاجئ انجي بخطوبه على الضيق كده. ايوه بقى يا عم الرومانسي، خطوبه وجواز وشهر عسل، ماشيه معاك انت حلاوه. احنا هنق بقى. بص عليك يا علي، انا برضو انق، دي الخطه خطتي. بس بقول لك ايه، انا بفكر بصراحه بقى اصرح انجي لحسن صعبان عليا قوي، اصل انا لو صرحتها بصراحه هتفرح قوي. قولي لي بقى هتعزميني على ايه انا وماما لما نجيلك؟ لا 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 لا، الحمد لله الولاد كويسين، انا اللي مش كويسه. علي بقاله 3 ايام مش عارفه عنه اي حاجه، ودورت عليه في كل حته ملوش اي اثر. طيب يا حبيبي اوكي، انا هروح من الشغل وبعدين استناك. يلا باي باي، خلي بالك من نفسك. باي باي. ايوه طبعا هعمل لك محشي. امال ايه محشي؟ بس جوزك ده غريب قوي، محشي على الصبح يا. لا 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 ما تقلقش يا علي، هتاكل سوا وعك وراه. علي ايوه ايوه طبعا. لا وايه، مامتك كمان عملت لها دكر بطي محشي بالفريك، انما ما كلتوش قبل كده ابدا. بتكلمي مين؟ استني بس استني، ازاي بس يا لولو؟ ازاي انتوا جايين من اسكندريه واكيد جايين جعانين؟ طبعا حسين موجود، دي الاصول يا عم. ولو مش موجود يعني اي مصلحه يا لولو؟ لا كده كتير لولو مصلحه، لا لازم اعرف بتكلمي مين دلوقتي حالا. ايوه ايوه لا انا اقصد مصلحه، يعني ان الاكل هيبقى موجود بوفره مش هيخلص، وانت حرام اكيد عايز تتغذى، تلاقيك بقالك فتره طويله قوي ما اكلتش اكله حلوه. بتكلمي مين يا كاميليا؟ ما تعصبنيش. لا دي انجي اللي بتزعق، انت هتوه عنها يا علي. طب يلا سلام، باي باي، سلام يلا. سلام بقى سلام. ايه يا انجي في ايه في ايه؟ هو سؤال واحد ملوش تاني. ايه؟ علي اللي كنتي بتكلميه ده لولو يبقى جوزي؟ لا الحمد لله، برافو عليكي برافو. يبقى علي طليق، يبقى البقاء لله. ايه هنا في مين؟ في مين؟ في كاميليا صاحبتي. لا لا افهميني صح بس ما تفهمنيش غلط. لا افهميكي صح. هفهمك بصي، هو اول امبارح افهميني بس هحكيلكي. فهماكي تعالي بقى معايا. لا لا افهميني. لا 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 هقولك.
كاميليا كاميليا لا يا حرام عليك لا كاميليا طب بقول لك كاميليا انت شايفاني بلاش شايفاني سمعاني صحي الحمد لله هو انا سامعك شايفك ولا معلش يا كاميليا انا اسفه والله اسفه انا ما كنتش عارفه انك بتعملي كل ده علشان انا وعلي نرجع لبعض حقك عليا حرام عليك يا انجي اذا كنت انت صاحبته وتعملي فيها كده اما الجوز هيعمل فيها ايه ده لا يجرؤ لا يجرؤ يعمل في صاحبتي كده وانا كنت سكت له لو النبي يا اختي وبعدين يا استاذ جميل انا اصلا ما بقاش فيا حته في جسمي ينفع يتعمل فيها حاجه حرام عليك حرام عليك حرام عليك يا حبيبتي انا وحشه انت زباله انت اللي زباله ايوه ايوه عندك حق انا فعلا زباله انا اصلا زباله علشان بتدخل ما بينكم انا مالي انا تتطلقوا ولا تنتحروا ولا تروحوا في 60 داهيه انا مالي لو قال ايه الشامة واخداني ان انا اعمل لهم عزومه غدا هو وامه عشان يتغدوا قبل ما يروحوا يخطبوها شفتي يا استاذ جد بجد 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 يعني هو كان يعني هيجي يتقدم لي كوكي يا اختي افرحي يا اختي افرحي يا اختي وانا اتوجعي يا اختي بقول لكم ايه بقى انتوا الاثنين مشاكلكم دي انتوا الاثنين تحلوها اتصرفوا والا انا هيبقى لي تصرف تاني وغالبا الرفض رفض ايوه رفض لا رفض يا حبيبتي يا انجي انا هنا انا هنا حبيبتي يا انجي يا كوكي روحي انا بموت فيكي وانا بعشقك روحي 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 والله بقول لكم ايه حبيبتي يا حياتي يا روحي انسي ما تاخدوا اتنين ليمون بقى تروقوا بيه لا خليهم واحد ليمون اتنين شفا اصل احنا بنحب بعض قوي قوي موت موت ربنا فظيع يلا يا روحي انت الاول لا والله انت الاول ما يصحش عشان البطحه يلا عشان نخف بسرعه عياتي يلا اخويا لا كده خفيت خفيت انفخي لي فيها بقى لحسن لسه وجعان حاضر تعالي يا بنتي انا مش فاهم حاجه انت كلمتيني قلتيلي ان علي كان تايه اجي دلوقتي تقولي لي ان علي جاي يخطبك مني تاني ازاي ايه يا بابا في اللي بقوله صعب بس يا حبيبي علي جاي هو وسياده امه علشان يطلبوني من اول وجديد ايه الصعب في كده فعلا يا جد يا حبيبتي الصعب دلوقتي انا عايز افهم اتفق معاهم على ايه ها شبكه كام مهر ازاي ده ليه ده ليه عايز اعرف اتكلم في ايه ايه كل ده يا جد مش حال انها كانت متطلقه قبل كده مش حضرتك عارف الست المتطلقه عندنا في بلدنا بيسموها الست المعيوبه اخص عليك يا سولي بتقول عليا انا كده انا معيوبه لا سوري طب انا كده عرفت ان انا مش هطلب منهم حاجه خالص يا جماعه انتوا بتعقدوا الموضوع ليه احنا عايزين نسطرهم ونخلص مشوا حبي المره دي وبعد كده ان شاء الله الطلاق اللي جاي اعملوا اللي انتوا عايزينه شروطه براحتكم ايه تنتون وتنتن اللي انا قاعده بينهم دول لو ما بطلتوش تتكلموا بالطريقه دي هدخلكم اوضتكم لا لا خلاص الا الاوضه انا هحسب انا فهمت دلوقتي انا احسن حاجه مش هفتح بقي وانت بتكلمي بقول اللي انت عايزاه اخص عليك يا بابا معقوله تقول كده ده انت الخير والبركه ما اقدرش اتكلم وانت قاعد عرفتي طول عمرك تفهمي في الاصول انا فعلا ربيت ربنا يخليك ليا يا رب الباب بيخبط قوم يلا قوم افتح العريس جه العريس جه زغروت يا مسولي ما بعرفش ازغرط يو زغروت يا مي يعني مسولي ما عرفتش انا هعرف زغروت يا جد لا ما تحترم نفسك يو ما حدش عارف زغرط خالص طيب بس بس لحسن يفتكرونا مدلوقين قوم افتح العريس الولاد مبسوطين قوي بابا بابي وحشتوني قوي وحشتوني قوي يا ولاد اوعى تسيبنا تاني يا بابي لا يمكن حاسبكوا تاني ابدا ايه يا ولاد هي انا ما وحشتكوش ولا ايه مش تسلموا عليا وحشتينا طبعا يا بيت لازم يعني بابي ومامي يطلقوا عشان نشوفك انت ايه مش بتيجي غير في المصايب سولي عيب كده اتفضلوا على اوضكم يوه بابي بقول لك ايه بلاش الحاجات اللي ها كده وكده ها انت فاهمني احنا بنتين اشرف من الشرف يلا ازيك يا علي ازيك يا انجي وحشتيني قوي 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 بس انا زعلان منك يا انجي كده ترزعي كاميليا علقه وتخرشميها وتضيعي علينا العزومه
طول عمرك تفس يا لولو. اعمل ايه بقى؟ استفزتني. بس ولا يكون في بالك، هعمل لك عزومه احلى منها بكتير بايديا دول. ايه ده بقى؟ ان شاء الله هتقفوا تسبلوا لبعض وتسيبونا واقفين كده؟ لا طبعا، اتفضلي. شكرا. ازيك يا عمي؟ اهلا يا علي. وبعدين ايه يا اخويا داخل علينا طويل طويل، ايد ورا وايد قدام؟ معلش، اصل ماما استعجلتني. ازيك يا ست سياده؟ اهلا بيك يا ابو انجي. يوه، تصدقي نسيت اسلم عليكي. وانا كمان نسيت اسلم عليكي يا تونت. تونت؟ بس الحقيقه بقى انا مش عارفه اقول لك ايه. اقول لك ازيك يا طليقه ابني ولا ازيك يا مرات ابني؟ لا حضرتك ما تقلقيش نفسك خالص، ممكن تقولي لي ازيك يا عروسه او يا انوش. اوش. طيب ندخل في الموضوع بقى يا عمي. الحقيقه انا كنت جاي لك انا وماما علشان نطلب منك ايد بنتك ومراتي انجي. اخسى عليك يا علي، ما تكسفنيش بقى. ما تقوم يا عمي وتقعدني جنبها. مش لما نتفق الاول؟ نعم، نتفق على ايه؟ ما هو انت عارفه يا ست السياده ان بنات اليومين دول بيبقى لهم طلبات وشروط وحاجات ومحتاجات، ولازم كل واحده. علشان كده انا اللي هتكلم، عشان من حقي. ما ينفعش اتكلم وانت موجود يا بابا، عرفت ربي فعلا. بص يا علي بقى، انا موافقه ان انا ارجع لك ونتجوز ونعيش في بيت واحد تاني، بس ليا شروط. شروط ايه تاني يا انجي؟ ما بلاش السكه دي بقى. ايه يا علي، هتختفي تاني وتقلقني عليك علشان طلب صغنطوط قد كده اهو؟ قد ايه؟ قد كده اهو. وحياتك لو قد كده اهو انت تأمري. بص يا علي، بيحصل ايه قبل الخطوبه؟ بيحصل طلاق. لا مش في حالتنا احنا، في الحالات الطبيعيه بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات كتير. لا بيحصل معاكسه يا علي، وانا بصراحه عايزك تعكسني. عكسك؟ لا يا انجي، لا كده اوفر. طلبك مرفوض. اخسى عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك وبعد كده هنتجوز على طول. وليه يا حبيبتي؟ ما تطلبي فترة خطوبة عشان تتعرفوا على بعض. وبالمرة كون نفسي. اخسى عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك. لو بجد عايزني ابقى مبسوطة حقق لي الطلب ده. انا عايزة احس ان انا ببدأ معاك حياتي من جديد، وأحس بكل تفاصيل الخطوبة. عكسك؟ لا لا يمكن ابدا، ما تطلعش مني. انا شفت كتير وقليل، انما الشاسيه ده ما وردش عليا ابدا. لا يا علي من فضلك، انا طلبت منك تعكسني بس من غير قله ادب. حاضر. طب ايه القسه توك ده اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجناين ده اللي يصحي النايم ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده؟ كلمني فهمني. كلمني. كلم كلمني. فهمني. فهم فهمني. لو سمحت من فضلك، كفايه لحد كده، سترو، لم نفسك. طب ما تيجي نتلم في عربيه احسن، ده انا بقالي 3 ساعات بعاكس فيك. ايه نتلم في عربيه دي يا استاذ؟ من فضلك كفايه لحد كده. ايه ده؟ انتوا مين؟ انا شباب ضد التحرش. لا لا لا، انتوا فاهمين غلط، دي مراتي. لا 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 حضرتك، انا مش مراته، ده بقاله 3 ساعات ماشي ورايا بيعاكسني. لا يا فندم، الموضوع بس انتوا، دي مراتي وهنتجوز بالليل النهارده. يعني هو احنا كل واحد مسكه يقول الكلمتين دول؟ انتوا لازم تتعدموا عشان تبطلوا تحرش. يا بيه بس انت فاهم غلط. تعالى معانا. اتحرش بيك ايه يا وليه؟ ده انا جايب منك حيلين. يلا الله يا انجي. انا مش متحرش، انا مش متحرش يا انجي. انا راجل محترم، انا راجل محترم، انا متحرش، انا متحرش يا سمير، انا متحرش. انا مش فاهم انت مستعجل علي، ما انت هتتجوزها النهارده، يعني هتتحرش هتتحرش. ايه اللي طلبت منك انك تتحرش بيها؟ لا يا سيدي، طلبت ان انا اعكسها. قال الولية مجنونه، فاكره نفسها لسه في ثانوي. انما هي
طولت فعلا انك تتحرج بيها. ايوه يا سمير، بقول يا سمير امسح بقى، انا مش طايق نفسي ولا طايق الوليه دي، وبفكر افشكل الجوازه. لا 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 لا، حته تحريشه هتخليك تفشكل. استنى بس، بس لازم محلول فيسيسكوف احط الاول. محلول ايه؟ فيسيسكوف. هو ده بيشيل البنت؟ بيشيل التحرش على طول. الله يخليك. بس هي طلبت صحيح منك ولا انت؟ بقول لك طلبت اعاكسها يا سمير. انت ايه المايل اللي انت حاطه ده؟ في صف الصروف ده. انا لا متحرش قال. اكيد طلبت ولا بس اللون يجنن عليك. اللون الفيسكوفي ده عليك يجنن فعلا كده، بقيت متحرش. مرسي قوي ان عجبك يا سمير. اتشالت البتاعه دي ولا لسه؟ لسه صديقي متحرش. لا لا لا. حاسس بايه؟ احسن يبقى احكي لي بقى هتتحرش ازاي. وانت بسيبني في حاله يا سمير. منك لله إيش؟ جوزة غبرة. لولا اني اتنزلت عن المحضر بعد ما حسين قعد يتحايل عليا، كان زمان علي بقى مسجل خطر. بس كنت لازم اخد حقي منه بعد لما اختفى ودوخني عليه السبع دخات. بقول لك ايه بقى، كفايه شروط وطلبات ومشيها بقى. مش عارفه يا جوجو، هشوف. هنشوف يعني ايه؟ بقول لك ايه، ها هقرصك من لبنيبك. لا لبنيبي لا يا جوجو. جوجو انت مش عارفه، مش عارفه انا سعيده قد ايه ان علي رجع لبيته ولولاده، فرحانه قوي. الله، ربنا يسعدكم يا رب. تعرفي حاجه يا جوجو؟ انا فرحانه المره دي اكتر من فرحي الاولاني. ليه؟ مش عارفه، اهو فرحانه. يا حبيبتي انا كمان فرحانه جدا. فين العروسه بقى؟ انا عايزه اشوف العروسه. بصي يا روحي. لا روحي حبيبتي. انا هو يا حبيبتي. مش انا هي. انا هو. يا عينيا. لا بلاش عينيكي، بلاش عينيكي. مبروك والقمر. والله العظيم انا هو يا كاميليا. يا حبيبتي زي القمر. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. اتفضلوا بقى نحضر الفرح. يلا يا حبيبتي عشان يلا، عشان يلا نلحق البوفيه. بس يلا يا كاميليا يا حبيبتي. سيبيها سيبيها، اطلعي انت بقى تحصلنا. حصلينا يا كاميليا. لسه انت مش شايفه حاجه. يلا يلا حبيبتي، يلا يلا ايه.